السلام، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نقدموا لكم منتوج مزيان برشا في اوبو رونو 2 اف، كما تشوفوا تليفون قدامكم. نحطوا البصمه باش نحلوا التليفون هنا قدامكم. ندخلوا على البارامتر، كما تشوفوا التليفون الحجم نتاع الشاشه طول 162 ملم على 75 ملم. بالنسبه للبيسير نتاع الجنب نتاعو 6.8.7، بالنسبه للوزن نتاعو 175 غرام. ماهوش رزين برشا التليفون، نجمو نحطو له زوز بيسات في الجنب، نانو ديوال نانو كيما تشوفوا. نلقاو هنا البوتون تاع الديماراج، وعلى اليسار نلقاو الفوليوم. بالنسبه للريزوليسيون تاع الاكران كيما تشوفوا مزيانه برشا، 1080 في 2340 بيكسل. بالنسبه للبلار نتاعو يستعملوا جوليرا جلاس 5. بالنسبة للأندرويد اللي مصبوب فيه توا، مصبوب فيه 9 إن شاء الله، وش يعملوا ميزاجور متى الأندرويد 10 في 2020 إن شاء الله. بالنسبة للبروسيسور المصبوب نقاو أوكتا كور 4.2 جيجا هرتز، الكورتكس A53. هذي حلو برشا، نجمو نصبو فيه لي جو متى المصبوبين توا في لي زابليكاسيون نلقاهم فري فاير، ولي جو القويين برشا نجمو نحطوه مع التليفون هذايا. بالنسبه للميموار اللي نلقاو فيها 128 جيجا ميموار ذاكره داخليه، نجمو نحطو له ذاكره خارجيه حتى 256 جيجا، معناتها نجمو نحطو له 256 جيجا ذاكره خارجيه برك، اقوى من الميموار حتى نجمو نحطوها له في الذاكرة الداخلية. بالنسبة للرام عندنا 8 جيجا رام، هاتف سريع جدا كما تشوفوا. بالنسبة للكاميرا نلقاو فيه 4 كاميرات، عندنا الكاميرا الأولى 48 ميجا بيكسل، الثانية 8 ميجا بيكسل، الثالثة 2 ميجا بيكسل، والرابعة 2 ميجا بيكسل. نحلوهم قدامكم ونشوفوا الكاليتي ديماج. فوالا، شوفوا الصورة كيفاش مزيانة برشا، عالمية الصورة، اتش دي ار كما تشوفوا. من فوق لي زوبسيون. بالنسبه للسيلفي نلقاو 16 ميجا بيكسل كما تشوفوا قدامكم الصوره، 16 ميجا بيكسل سيلفي، فيها سيكوريتي زاد كي نطيحوا التليفون هكا يطيح تتسكر وحدها. نرجعوا على تجربه، اقل حركه تتسكر وحدها وتتحل كما تشوفوا لي زوبسيون في فيديو سيلفي فوتو. شوفوا الصوره نتاعو مزيانه برشا. شوفوا الزوم كيفاش حلوه مش خايبه الصوره نتاعو. بالنسبه للباتري، الباتري نلقاو فيها 4000 ملي امبير، شينا الباتري 4000 ملي امبير، 4000 ملي امبير في الشارج. عندنا نلقاو فاست باتري شارجينغ 20 وات، معناتها السرعه نتاع الشحن 20 وات في ربع ساعه، نجمو نعملو 100% معناتها.
لما تشوفوا بقعة الشارج تيب سي 2.0 3.0 أقوى من التليفونات الأخرين. ثم هواتف يستعملوا 2.0 هذه 3.0. نشوفوا نقاو البصمة على الشاشة سريعة كما تشوفوا البصمة خشينة برشا اللي فيه على سرعة البصمة. سعره في تونس 1149 هاتف مزيان برشا نقاو فيه الليزوبسيون الكل خاصة 8 جيجا رام و 128 جيجا ميموار. اعطيونا رايكم على الفيديو وشكرا على المشاهدة والى اللقاء.